وفي مثل هذا اليوم من سنة 28 و400 للهجرة الموافقة للعام 36 و1000 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج الأندلس خبر وفاة صاحب غرناطة الملك حيوس بن مكسن بن زيري الصنهاجي. يعتبر حيوس مؤسس الدولة الصنهاجية في غرناطة. قصد الأندلس مع عمه زاوي بن مناد للمشاركة في الجهاد. لما كانت فتنة انقراض الدولة الأموية سار حيوس بمن معه إلى غرناطة، وفيها بايعه أصحابه الصنهاجيون ملكا فأحسن سياستها ودام ملكه إلى أن توفي فيها. وذكر حجاج مصر خبر وفاة الأمير وجيه الدولة ذي القرنين بن حمدان الحمداني، أمير شاعر من أهل دمشق، ولي إمرتها عام 41 للهجرة وعزل فرحل إلى مصر، فولاه الظاهر الفاطمي الإسكندرية وأعمالها، ثم عاد إلى دمشق فاستقر فيها أميرا. كان محبا للأدب وله ديوان شعر رقيق. وذكر حجاج همذان خبر وفاة الطبيب العالم الحسين بن عبد الله المعروف بابن سينا ويلقب بالشيخ الرئيس، طبيب وفيلسوف، ولد في بخارى سنة 370 للهجرة. طاف البلاد واتسعت شهرته وتقلد الوزارة في همذان، فثار عليه عسكرها ونهبوا بيته. رحل إلى أصفهان وصنف بها أكثر كتبه. كان نابغة عصره في الطب والفلسفة والعلوم. صنف نحو 100 كتاب، أشهرها القانون في الطب الذي بقي مرجعاً في علم الطب نحو 6 قرون، وكان الغرب يعلمونه في مدارسهم. عاد في أواخر أيامه إلى همذان فمرض في الطريق ومات عن عمر ناهز 57 عاماً. وذكر حجاج بغداد خبر وفاة الشاعر مهيار بن مرزوي الديلمي، فارسي الأصل من أهل بغداد، جمع بين فصاحة العرب ومعاني العجم، كان مجوسية وأسلم على يد الشريف الرضي. له ديوان شعر كبير، ومن شعره: هب من زمانك بعض الجد للعب، واهجر إلى راحة شيئا من التعب. وذكر حجاج الأندلس خبر وفاة الخليفة الأندلسي هشام بن محمد بن عبد الملك الأموي الملقب بالمعتد بالله، وآخر ملوك بني أمية بالأندلس. بويع بعد وفاة المستكفي بالله، فكان يخطب له في قرطبة وهو مقيم بألبونت. دخل قرطبة فثارت به طائفة من الجند وخلعوه وأخرجوه من قصره، فلجأ إلى جامع قرطبة وأقام أياما يعطف عليه الناس بالطعام والشراب، ثم أخرج منها فقصد الثغور ولحق بالمستعين بالله الهودي صاحب تطيلة وسرقسطة والاردة وطرطوثة، وأقام عنده إلى أن مات عقيما في الاردة. وبوفاته انقرضت الدولة الأموية في الأندلس. وذكر حجاج بغداد خبر الصلح بين الملوك البويهيين. في هذه السنة ترددت الرسل بالصلح والاتفاق بين جلال الدولة البويهي وابن أخيه سلطان بغداد أبي كليجار، فاتفقا على الصلح، وأرسل الخليفة العباسي القائم بأمر الله الخلع النفيس إلى أبي كليجار، وتم عقد قران منصور بن أبي كليجار على ابنة جلال الدولة. وفي مثل هذا اليوم صادف بدايات سنة 31 و400 هجرية الموافقة لسنة 39 و1000 ميلادية. خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة والخليفة في بغداد القائم عبد الله بن القادر العباسي، وكانت خارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في الأندلس كانت دول ملوك الطوائف، وكان القائد بن حماد بن زيري على دولة بني حماد في المغرب العربي. أما الخلافة الفاطمية بمصر والشام فكان عليها المستنصر معبد بن الظاهر الفاطمي.
وفي المشرق كانت الدولة الغزنوية في الهند وعليها الناصر لدين الله نويمين الدولة الغزنوي. وكان طغرل بك على دولة السلاجق العظام. وكان السلاطين البويهيون يسيطرون على عدة أقاليم. على دولة بني بويه في بغداد كان السلطان جلال الدولة فيروز جرد. وأبو كليجار المرزبان بن سلطان الدولة على دولة بني بويه في فارس وكرمان. وكان نور الدولة دبيس بن سند الدولة علي الأسدي على إمارة بنو مزيد في الحلة بالجزيرة الفراتية. مدينة الحلة تقع بين بغداد والنجف، بناها الأمير صدق بن منصور الأسدي أمير إمارة بني مزيد، وكانت منطقتها قبل ذلك أجمة تأوي إليها السباع. اكتسبت الحلة أهميتها كعقدة مواصلات هامة بين مدن بغداد والنجف وكربلاء وبابل، إضافة إلى وقوعها على شاطئ نهر الفرات. في العصر العباسي تحولت الحلة مكاناً يجمع الغاضبين على السلطة العباسية، عندما كانت تلك السلطة تحت سيطرة السلاجقة، فأتاها المفكرون والعلماء والأدباء، وظهر ما يعرف بنهضة الحلة الفكرية في القرن السابع والثامن الهجري. احتضنت الحلة المدارس الدينية الكبرى، وكانت من أهم المراكز الفكرية لمقاومة الاحتلالين العثماني والإنجليزي. تحتوي الحلة على العديد من المواقع الدينية والأثرية، ومن أهمها مدينة بابل الأثرية، مسجد مشهد الشمس، ومقام النبي إبراهيم، وموقع برج نمرود، ومقام النبي أيوب عليه السلام. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 97 و400 للهجرة الموافقة لسنة 400 و1000 ميلادية وفاة الكاتب ابن الموصلايا. في هذه السنة توفي الكاتب العلاء بن الحسن بن وهب ابن الموصلايا الملقب أمين الدولة. من أكابر الكتاب في العهد العباسي، كان نصرانيا فأسلم على يد الخليفة المقتدي، استنيب في الوزارة مدة وكف بصره في أواخر أيامه. توفي ببغداد عن عمر ناهز 83 سنة. له رسائل وتوقيعات كثيرة والشعر. وفاة الملك دقاق بن تتش بن ألب أرسلان السلجوقي، ولي دمشق بعد قتل أبيه تاج الدولة. وكان دقاق بحلب، فراسل سوتكين خادم أبيه ونائبه بقلعة دمشق، ثم خرج إلى دمشق فتملكها. بعد ذلك اتفق هو وزوج أمه الأتابك طغتكين على التخلص من سوتكين فقتلاه. مرض دقاق مرضا طويلا وتوفي في دمشق.